اجعل اي 27 هم عرضه لهذا. الاطفال اللي شايلين اتش ال اي 27 هم عرضه لهذا المرض. ننتقل الى المرض الاخ اس جوجرن سندروم. اس جوجرن سندروم هم مرض مناعي، اخوان مرض مناعي مرض كرام مريت بها، يعني انتم مو طلاب البورد اعطيهم هوايه توسع، انتم مر الكرام ومر بها. هاي الاس جوجرن سندروم هذول سرعتهم جفاف بحلقهم وعينه يابسه، عينه يابسه وحلقه يابسه. يسموه سيك المرض درايس ماوث درايس اي، جفاف بالعين وجفاف بالحلق. ليش؟ يصير انتي بادي اوتو انتي بادي ضد اللاكريمال جلاند، اذا ما اقول لاكريميشن او اوتو انتي بادي ضد السلايفه سالبر جلاند، فما اكو سلايفه. اذا حلقه يابس وعينه يابسه، فاي انفكشن يجي يسوي له مشكله الكهرباء. فتجي الكهرباء. ان شاء الله محاضره بعد خلصت من الباثولوجي اللي عندك سرطانات، محاضره واحده على الايميونوباثولوجي نخلصها الاسبوع الجاي ان شاء الله، ومحاضره اخيره تبقى لنا على سرطانات، فسرطانات شوي اتبحر بها. ويبقى اذا لحقت اعطيكم الايراديشن والامراض الوراثيه واخليها ربع سنه تشوف شلون، ما اعرف شو تحرك السنه. ايش قد تاريخها؟ 16 ايش قد؟ 16 3 نلحق ان شاء الله عندي وقت اكملها ثاني مره حتى اعطيكم مراجعه اسوي لكم. اس جوجرن سندروم طبعا دراي اي دراي ماوث يسموه كيراتو كونجكتيفايتس سيكا اند زيروستوميا. زيروستوميا يعني جفاف بالحلق. هذول المرضى يصير عندهم لا ما عندهم لاكريميشن دمع ولا عندهم سلايفه. ليش؟ الاوتو انتيبودي ضد سلايفه الجلاند وضد اللاكريمال، فمنهم تصنع لا سلايفه ولا تصنع لاكريمال. ايضا مرض وراثي، ايضا مرض وراثي مرات يصير مباشره، مرات يصير بها امراض اخرى، امراض المناعيه بلوه. جماعه الالي يصير بها هذا المرض. جماعه الادرينال جلاند يصير بها هذا المرض، مرات الامراض المناعيه كل شيء تسويه. يعني المريض باربع امراض مناعيه تجي، خمس امراض مناعيه في اربعه. ليش؟ ما دام اوتو انتي بدي ضد جسمه، اذا شكوا اوتو انتي بدي ضد جسمه، باقي حياه جسمه. الاي صارت ويا الاي. صار ويا روماتويد نودول. أو روماتيك أرثرايتس أو صار جوجنر سندروم، أس جوجرن سندروم. ممكن يصير لنا أمراض مناعية أخرى، كل الأمراض المناعية تقع سوية، تصير سوية. زين. المرض الأخ كل ما هو هناك ممكن يكون بدائي أو يكون بأمراض أخرى مناعية، روماتو أس أل إي، بوليومايوسايتس، ثايرويدايتس، مالتيبل سكلوروسس، أند فاسكولايتس. ويا كل الأمراض المناعية يصير هذا المرض. يعني أوتو اللي حركي لي المرض الاخر انفلاماتوري مايوبايث، التهاب العضلات المناعي. التهاب بالعضلات المناعي طبعا هذا المرض يتميز هم اميون ميديتد بصل انجري انفلاميشن، يصير بولي مايوسا التهاب العضلات كل تمام في الجسم. اذا مرض مناعي اوتو انتيبوديز ضد العضلات، وبنفس الوقت اوتو انتيبوديز ضد الجلد، فيصير بولي مايوسايتس، بولي كل العضلات تنصاب التهاب بها، او يصير ديرماتو مايوسايتس التهاب الجلد والعضلات، او يصير انكلوجن بودي مايوسايتس. هذا المرض اللي يصير بالعضلات اوتو انتيبوديز ضده. فبهالمحاور لو تجي جلد وياها انصاب مسويه، لو تبدي عضلات واحده بس كل العضلات بتنصاب او انكلوجن بودي مايوسايتس. ليش انكلوجن بودي؟ لان شافوا اجسام غريبه في داخل داخل الساركوبلازم مالت العضله. زين.
طبعا هذا يصير اما وحده او الى امراض مناعيه اخرى هم الالغي طلبه الالغي يصير وحده او يصير مثل ما قلنا جوجرن سندروم قبل شويه يصير وحده او يصير امراض مناعيه اخرى وراها يصير زين طبعا هم السكن والايلد ايضا تنصاب والعضلات الرقبه والاطراف والجذع وكل تنصاب وياها واللي الحول العين العضلات كلها والجلد كلها تنصاب في اي مكان بالجسم ويؤدي الى حدوث لمفوسايت انفلتريشن في داخل العضلات اضافه الى الديجنريشن بالمسل فايبر اذا الديجنريشن تلاحظ بالمسل فايبر ديجنريتف تشينج حتى يصير فيها نكروزز وبعدين تؤدي الى ارتشاع الخلايا النفوريه حلو هاي كلش ببساطه انا اسولكم بس صير عندك فكره انا اريد تعم عندك بوليمايوسايس عرفت انه البوليمايوسايس اكو احد اشكاله مرض مناعي مجرد انت مستقبل تقول يا اطباء انت وين ما تروح لمك اطباء اطباء يحج عليك يقول لك طيب اسوي شو بعرف مثل عندك معلومات الطبيب يحسب لك حساب لكن اذا ما عندك شو اسمه معلومات تظل قاعد تتفاوض عليهم ما ولهذا اريد طيب الاسنان يكون منتبه الطبيب ما يعطي مجال عائلتك يسالوك مرض اذا ما تعرف ما حد يحترمك هذول الناس اللي يجوك للعياده يسالوك اذا ما تعرف لا تقول ما تعرف لا تجاوب بس ما تعرف تجاوب فهذول انت دائما المجتمع الطب اتعس العلوم يرد له قرايه الى ان يموت الانسان مو مثل الهندسه، الهندسه عنده فكره ومشت بعد ويقدر يطورها يا عاد مسمار ويا العالم يمشي لكن الطب يريد قرايه دوم بحيث انت كل شيء تعرفه. زين ما تقول انا ما مر علي ما ماخذه انت تقرا ما تروح تذب الكتب. ما تروح تذب الكتب وتقرا تراجع. واذا تقدر تحضر مؤتمرات تستفاد، اذا مو روح تقدر ياكل ما شفت المؤتمرات تحضر بده ياكل 200 بطن مويل العراقي. 200 بروح انا برا واشوف العراقيين قليلين من هنا ما اروح وياهم. متي همشي ببطنه همشي ببطنه وعارف المؤتمر هذا علم هذا علم بالمؤتمر علم يا ول احضر وهذا علم انت جاي تشبع بطنك ببيتك تشبع بطنك لو مثلنا المؤتمرات اللي صار عندنا بالفنادق لاحظتهم ما يبدا المؤتمر يظل على كل البحوث جاءت تستفاد لك بحث تستفاد لك شيء يلتا يفرفر بالفنادق قبل مؤتمرات بشيراتون والميليا المنصور مؤتمرات كلها تصير بيها لكن لاحظ الاطباء العراقيين يظل يفرفركم يبكم لا ما يخلي شيء المؤتمر عليه انت تسمع المؤتمر الكلام مال كل واحد يحكي بحوثه اني استفاد منها خليها واخذها والما استفاد منها عوفه البولي ارترايتس نودوزا هذا صار حول الشرايين ايضا تليف حول الشرايين لما يصير حول الشرايين هذا راح يقفل الشرايين يسوي اسكيميا ريديوس اوكسجينيتد بلاد تو دي اي منطقه صارت ريديوس اوكسجينيتد بلاد تو دي اي منطقه هذا البولي ارترايتس سيستميك ديزيز كل الشرايين تنصاب يصير التهاب ونكروسس على جدار الشرايين هذا الالتهاب والنكروز على جدار الشرايين راح يقطع الدم اذا راح يصير انفاركش بولي ارترايتس وسميت نودوز العقيدات تصير دار ما دور الشرايين وين ما شريان هو شريان كبير ما يتحرش فيه شريان صغير شريان كبير ما يقدر يوصل يم هذا المرض بس الشريان الصغير يصير تليف داير ما يدوره وما صار تليف داير ما يدور الشريان الصغير تجي الليمفوسايت ليه اكو انتي بودي ضد الجدار مال الشريان ضد السموث موصل مال الشريان ضد الفايبرس تشو اكو انتي بودي هسه الليمفوسايت صنعتها وموجوده بي وتي سيل واشكال الليمفوسايت موجوده هذا التليف اللي صار راح يسوي دمج بالشريان ويغلقه من يصير دمج يعني كروس راح يغلق الشريان يصير بشكل نودول يسمون البولي ارترايتس نودوزا كل الارترايتس كل الارتريوز انصابت مو شرايين كبيره الصغار نودوزا مثل عقيدات تصير داير ما يدرونها بيانك مكانات شوف تلقاه بالكدني بالجي اي تي بالليفر سي ان اس البريفرال نيرف السكيل مصر كل مكان العضلات هم بيها شرايين الجلد هم بيها شرايين صغيره في كل مكان بالجسم بولي ارترايتس نودوزا ايضا الاسوشين مرات هذا المرض يصير وراء جماعه الاصابه بالتهابات الكبد هذول يصابون بالكبد الفيروس اجى تحرش سوالهم التهاب الكبد وطلع الفيروس الدمج مالت الخلايا اثناء الاصابه بالفيروس ورا فتره طورت عندهم اوتو انتيبوديز هنا الفكره
وهي دائما يسالوه يقول عشان عنده التهاب الكبد الفيروسي، التهاب اللي هو البي والاي بالاطفال، والبي والسي بالناس بالهيومن، والبي يؤدي الى هيباتوسيلر كارسينوما، والسي ايضا يؤدي الى هيباتوسيلر كارسينوما. هذا المرض اللي يصير هنا اخوان، الفيروس يحطم الخلايا في جدار الاوعيه الدمويه وهو يدور بالدم ويتركها. ولما راح الفيروس والمريض ارتاح وتنظف، اثار الفيروس الخلايا اللي تدمرت بالفيروس تكون غريبه على الجسم وتسوي اوتو انتي بودي ضدها، وصار البولي ارثرايتس نوتوس دائما ويا العوائل اللي صارت عندهم بولي، اللي صار عندهم هيباتايتس نتيجه الفيروس. واحنا قلنا الفيروس احد اشكال اوتو اميون ديزيز قبل شويه، حكيت في كل مرض اسبابه فيروسز، دراج، اشعاعات، الجينيتيك، الهرمونات وهكذا. هاتيني بعد اوتو اسيد نجي الغده الدرقيه، بلا الغده الدرقيه ايضا مرض مناعي الغده الدرقيه، وان الغده الدرقيه تشمل عده امراض تصير بالغده الدرقيه. اولا هاشيموتو ثايرويدايتس، وعندك بعدين جريفز ديزيز سماه جريفز. اليابانيين اشتهروا بالغده الدرقيه، يعني اليابانيين اكثر شيء بالغده الدرقيه هم اللي اكتشفوا الامراض مالتها. هاشيموتو هو الياباني، وغريفز ياباني اكتشفوا امراض الغده الدرقيه وغيرها. لفوسيتك ثايرويدايتس وريدال ثايرويدايتس وديجيرفن ديجيرفن ثايرويدايتس، هذا الالماني ديجيرفن ثايرويدايتس، هذين امراض وسب اكيوت لفوسيتك ثايرويدايتس، خمس اشكال تصير بالغده الدرقيه امراض مناعيه. نجي على الهاشيموتو، كل الهاشيموتو يصير هذا نتيجة حدوث اوتو انتيبوديز ضد الاميونوغلوبيونين مالت الثايروغلوبيونين وضد ضد البيروكسايدز الكولويد. الثايرويد بها اسينايد، هو تي 3 وتي 4 موجودة بالثايرويد، وتي اس اتش جي بالبيوتوتري جلاند يصنع التي 3 والتي 4 بالثايرويد. هنا اللي دا يصير اخوان، الكولويد مالت الثايرويد تحتوي على ثايروغلوبيولين وتحتوي على البيروكسايديز يسموه اميونو بيروكسايديز انزايم. اوتو انتيبودي ضدها الاثنين، لما صارت اوتو انتيبودي ضد الاثنين راح يصير تحطم في نسيج الثايرويد. ليش؟ تجي خلايا التهابيه هنا، تجي اللمفوسايت حتى تزود الانتيجي انتيبودي ريكشن، حتى الليمفوسايت تعطي انتيبودي ضد الثايروغلوبيولين وضد البيروكسايديز، تظل الليمفوسايت جاي هالمكان هذا. بعدين تجي النيتروفيل والماكروفيجز، من جت النيتروفيل والماكروفيجز دمرت النسيج مالت الثايرويد. اذا صار هايبوثايرويديزم، صار هايبوثايرويديزم. شوفها كبيره الغده الدرقيه بس هي تشي مالها قليل، لان تحطم كلت صار مي مكانه، صار باص مكانه، صار 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 التهاب مكانه، فتحطم النسيج الهاشيموتوز تحطم. الامراض المناعيه انا دقق بها هوايه، وخاصه الاطباء لح عليها هوايه، لان كل صار مو مثل التهاب الاعين من طالب تقول له هاي يجيب الطبيب ينتبه لها كل شيء ينتبه عليها ويشخص ويتاكد منها، لان هذا كارثه الكوارث. اعطيت انتي بايوتيك كل امراض المناعيه كارثه الكوارث، تنطي الكورتيزون تعيش المريض عندي راهن ربع وبزن تنطيها، ولازم طبيب فهم هذول مطفين كلش اللي تقتل المريض وانت مثلي، لازم بزن وتراقب كل شهر يجيك جيت وصل الليفل مالت الانتي ودي مالته وتزود الكورتيزون لو تقلله، تزوده لو تقلله اي يعني يستقر الجسم مالت الانتزيون. فهذا اللي صار هنا. شوف لما جاء صارت اوتو انتي ضد الثايروغلوبين والبيروكسايديز، هنا صار دمج على الثايرويد ابيثيليا باي عمليه الابوبتوس، موتتها، ساعدت تمد الخلايا الابيثيليا. بعدين الثايرويد ابيثيليا صارت مونوكلسير فلتريشن، يعني لمفوسايت وماكروفاجز ويا بلازما سيل مونوكلسير فلتريشن، صار الاسيناي مالت الثايرويد جلاند، يعني معناته لمفوسايت البي والتي واللمفوسايت في هي بتحول الى بلازما سيل زائد الماكروفاجز. من قلت نقطة مونونيوكلاسيا يعني هي الليمفوسايت، اقصد التي والبي والبلازما سيل والماكروفيس، هذا اللي جنب النسيج مالت الثايرويد. اجت النوب سي دي 8 تحطم الثايرويد فولكل، سي دي 8 تاكل الثايرويد فولكل تحطمه.
4 سي دي تي برو سي دي 4 تي تنطي انترفيرون جاما يشجع الماكروفيز والنيتروفيل حتى تاكل الثايرويد فولك. اذا هذا هاشيموتو صارت اوتو انتي بوديز نتيجه ارتشاع الليمفوسايت بكميه هائله. الليمفوسايت اللي جت هنا تي والبي، التي هي سي دي 8 والبي هي هيلبر. الهيلبر تقوم تنطي انترفيرون جاما يشجع المايكروفيجز والنيتروفيل على تحطيم الثايرويد فولكل نتيجه التهاب الشديد. وبنفس الوقت السي دي 8 تنشط هم تاكل الثايرويد فولكل، اذا نسيج الثايرويد قل بس الخلايا الالتهابيه صارت هو الليمفوسايت والمايكروفيجز والنيتروفيل وفلود وياها وهيمورز صارت كبيره. اذا هذا الهاشيموتو. اذا ذي اسوشيت وذ هايبوثايرويديزم دائما تصيب الاعمار الصغيره، ونفس مثل ما قلنا النساء اكثر عرضه من الرياجيل لان الامراض المناعيه، ويصير مرات ويا امراض مناعيه اخرى اوتو اميون ادرينالايتس او انسولين ديبندنت دايبتس ميليتس تايب 1 انسولين ديبندنت دايبتس ميليتس او الار اس ار اي سيستميك لوبس اللي حكينا عليها قبل شوي او مايستينيا جريفز او اس جوجرن سندروم. كل من يصير امراض مناعيه مرات سوي مرات هو يصير وياه. زين ننتقل الى هنا ال هنا بالنسبه نسيت اقول لكم انتي ثايرويد انتي بادي اللي هي انتي ثايروغلوبين انتي بيروكسايدز هذني من يتفاعل السي دي 8 تتنشط تقوم تاكل النسيج مال الثايرويد، تقوم تسوي تحطم للنسيج مال الثايرويد. اذا شوف منين ما تجي الثايرويد هي محاربه بهذا المرض. ماكروفاجز اكلت النسيج، نيتروفيل اكلت النسيج، الهلبر انطت انترفيرون جاما تقوي المطروح حتى تاكل النسيج، سي دي 8 تاكل النسيج، سي دي 8 اللي نشطها الانتيجين تبدا ريكشن بعد اكثر. اللي سنن اللي هي قلنا عليها تتفاعل ويا ويا الانتي ثايروغلوبينين والانتي بيروكسيد. هذا الطبيب مرات يطلبهم كل تنسويه انتي تي 3 تي 4 تي اس اتش ويطلب انتي ثايروغلوبينين انتي بيروكسيد يطلبهم كلهم حتى يتاكد ان هذا هو هاشيموتو ولا لا. هاشيموتو ولا لا. وعندي طالب دكتوراه دزيت المانيز عمر وعمر باسل مصلاوي فقير ومسكين. فعمر دزيت المانيز يا ما دبانه يعني خلص الدكتوراه ما تكمل لكنه جاني متاخر وهنا فصلوا وعاطوا عليه جماعه وكل تهمتهم ضده. قلت له عمر على المقدر بس ما تحشي بي لاحد انا رئيس قسم راح اقول ابوك سوى اجازه واخلصك وتعال شوف مسلم عليهم اطلع بس مره تجي سلم عليهم لا ضل تروح تجي ما تروح تجي القسم يا عمر يبدون منك حضور فانت تعالي مره وعده وبعد لا تجي ما اشوف خلقتك شو تسوي روحي على الطبيب على المدينه الطب سوي لك تقرير مال هاشيموتو الوحيده اللي ما يلبخ هاشيموتو شو تسوي انت الخطيه الدكتوراه ما راحت عليه والوزاره والجامعه قال لهم صدروا الامر فصل يعتبر مفصول ويدفع التكاليف اللي دفعوها الحكومه الماليزيه كلها. زين هذا شو راح ادبر لحد قلت له عمر تروح تجيب لي تقرير مال هاشيموتو راح احولك على اللجنه واللجنه بس يقولوا هاشيموتو يعطوك اجازه ثلاث اشهر. من تاخذ اجازه ثلاث اشهر انت دير وجهك روح بالطياره خلص شغلك وتعال. فارجع بشهر الخامس الخامس عندنا السابع والثامن عطله ذاك الوقت والسادس بدينا عندي صلاحيتي شهر السادس السابع والثامن هو بالخامس دبرها منه ومنه هو النوع اللي ساكن ما يتكلم ما كلمه ما ينطق يقول افقر خلق الله بس هو ابليس من طرقه افقر خلق الله لكن ابليس. فسوى هذا عمر اخذها هاشيموتو التقارير هاشيموتو وقال لهم اني وضعي ترى منتهي انطر يمنح ثلاثه اشهر لاغراض العلاج واجازه ست اشهر انا عندي شهر اربع اشهر راح المانيز يتصل بي قال كمل شغلي كملت الثيسس كامله لما كمل الثيسس كامله اجى كتاب قال لهم انا الثيسس مالتي كملانه بس اروح امتحن قلت له زين روح على رئيس الجامعه قال رئيس الجامعه ليت خاطري تروح على يعني رئيس قسم هو كل شغله يسالني عليها هو صيدلي بالاصل كان دكتور على يريد خاطر كل شغله علمية يسالني وما يكون شغلات كذبه كل كذب هذا كل كذب يدهز كل شيء ما يقول هذول هذول كذابين ويدور احنا زبون دا تصرف حق دسهم اكل مبين الشاطر ويلحوك ويريد يجيب نتائج فالجام قال شلون قلت له اعطيه اسبوعين لو كنت الحين برجع قال شلون خاف ما تكفي قلت له لا اسبوعين انت الحين كافي عمر دبرها بالصدفه الادفايزر مالته هي رئيس الجامعه هناك ادفايزر مالته بنيه هي رئيس الجامعه هناك
فاتصل بها قال لها اسبوعين تكفين، قالت له اوكي. قلت لها هاي شهر مني عمر، اسبوعين مني يمين، اسبوعين مال الجامعه، روح امتحن جيب لنا الكاف مال المناقشه، اللجنه مال المناقشه. راح جاب المناقشه، تغيروا عاد التعليم سكتوا والجامعه سكتوا والغير، كان انتهوا انه يدفع ملايين الدولارات للحكومه اللي صرفت عليها هواي. وخلص وخلص وخلص. يعني فليش اقول لكم انت يعني كل ما تكون علميا، كل ما تعرف الدروب مال العلم، لازم تكون متابع، لازم تكون نقاط الضعف وينها، لازم تكون تنتبه، لانه ما حد يريد لك الخير، وين ما انت ما حد يريد لك الخير. لازم تكون شاطر وتثبت وجودك الناس. اجى هسه عمر استاذ قال لي بعد ما اقدر ابقى هنا ببغداد، مرتي بالموصل تروح ورا مرتك لا تبقى، اخر يوم دام افك واجي هنا. سويت له، قلت له دكتور على الله يخليك اخر شغله منه، قال قول لي، قلت له ابدا اقلع من الموصل واخلص منه. قال درجتي، قلت له مع درجتي كارثه تعطي درجه، اللي درجه مال جامعه من جامعه بغداد شلون تعطيها الى واحد بالجامعة الموصل؟ قلت له انا موافق، عندي 35 مجموع، 35 دكتوره عندي بالقسم، وقال ويش مسوي؟ قال لي ما تطلب؟ قلت له 20 سنه ما اريد استاذ بالقسم، محتاج عندي قيامه كل شوي. قال الدكتور على الله يذكره بالخير يكتب مع درجاتي. راح ودا جامعه الموصل وافقها وصعدت الوزاره، قال نعم لدينا، ونقل عمر واستقر هنا. وكل ما اروح الموصل امتحن قال الدكتور ايش قال لي بالطريق. هسه صار استاذ مساعد انقذته، يعني رجل يعني تكون عمل اللي تقدر له لا تقصر، بس ما تقدر عمل مو على حساب انت مسؤول يعني اللي تقدر له. طيب ليش درب مشى واخذ ولا كان هو فاشل؟ هسه عندنا هم واحد يراوح بس سختشي هذا راح مدارس هنا، لان سختشي قلت له مساعدك. ليث ما مدبرها، قلت له ليث انت ما مشتغل، لان ما اتصلت بهم هناك انت قاضيها سكت. على بالك هاي سنين وهاي سنين هسه ترى كارثه، ما غير بروحك، انت ما مشتغل. هذا مشتغل باقي له شيء شهر. فشهر وكتب ثلاث اشهر خلص ورجع، انت عندك شغل هواي ما يطول في الجامعه اكثر من سنه. المهم فنجي نحكي على هاشيموتو، فهو اللي خلصت هذا الولد. بهاشيموتو من تسوي تحليل اول ما يبدي تي 3 تي 4 يزود، بعدين من يقل تي 3 تي 4 يقل التي اس اتش يزود بالهاشيموتو. ها إيه. اول ما يبدي تي 3 تي 4 يزود بعدين تي اس اتش، بعدين هذا يسموه هاشي توكسيكوس يسموه ذا بيجينينج ليتر. تي 3 تي 4 يزود والتي اس اتش يقوم يسقط. طبعا هذول عندهم اليود طبيعي يا جماعه الهاشيموتو، اليود عندهم طبيعي بيكسرهم ما تخاف منه. زين مو هاي الهوائيه الغده نتيجه اليود باليود تعالج، ياخذ ملح بيود كافي عليه يعني. هذا لا، ما عند هذول اليود عندهم طبيعي. فيقل الراديو اكتب التشخيص باليود، يقل ابتيكينج بالراديو ايودين اسكان. من تسوي له اسكان والاسكان اشعه مال اسكان باليود بالايودين المشع يشوف النسيج ما ياخذه، لان النسيج هو شبعان يود، شو يسوي؟ حكي لي بعد نجي سب اكيوت لمفوسيتك ثايرويدايتس. هذا عباره عن ارتشاع لمفوسايت تصير في داخل الثايرويد جلاند، بس لمفوسايت ترتشع، وهذا يسموه دائما هم يصير بالاعمار الوسطيه وبالحوامل مرات ورا الحمل يصير. وهذا هم اوتو انتيبيرد بيروكسايديز، وهم يؤدي الى هايبوثايرويديزم نفس ما هو مشكله الهاشيموتو. نفس هاشيموتو السب اكيوت الليمفوسيتيك ثايرويدايتس نفس هاشيموتو، بس وين يصير؟ يصير دائما ورا الولاده، باس بارتم ثايرويدايتس ورا الولاده ورا الحمل يصير بالنساء، ولهذا يميزوا عن الهاشيموتو. ويصير هم يصير بي هايبوثايرويديزم مثل الهاشيموتو، هيستولوجي نفس الشيء وهكذا. حكي لي بعد جرانيوميتس ثايرودايتس دي جيرفر ثايرودايتس، هذا الالماني اللي اكتشفوه، عباره عن جرانيوما تصير في داخل الثايرويد جلاند نتيجه الاصابه بفيرال ديزيزز، والفيرال اللي يصيب هنا راح يؤدي الفيروسات الحصبه والمامس والروبيلا والمامس والنكاف والحصبه والادينوفيروس، هذين الفيروسات من يصيب الجسم يحط من النسيج مالت الغده الدرقيه، ويخلي الانتي بودي ضد الخلايا مالت الغده الدرقيه المتحطمه، فصير اوتو انتي بوديز ضدها. لما تصير اوتو انتي بوديز ضدها نتيجه التحطم مالت الغده الدرقيه بهاي الفيروسات، فهذه يصير هنا
اللي تؤدي الى حدوث جرانيلوما. ليش؟ لانه انفكشن الفيروسات جتي ادت الى تحطيم الغده الدرقيه الثايرويد، لما تحطمت الغده الدرقيه صارت انتي بودي ضد انا، وبنفسه الليمفوسايت جتي والماكروفيجز والبلازما سيل سوت جرانيلوما، يسموه جرانيوميتس ثايرويدايتس او ديجيرفن ثايرويدايتس. اذا نتيجه الاصابه بالفيرال المباشره حطمت الغده الدرقيه فصارت جرانيلوما. اذا الفيروسات اللي تسوي جرانيلوما مثل ما قلنا التي بي هي الفيروس الروبيلا، فيروس المامبس، النكاف، فيروس الميزلز الحصبه، هذا اللي بالزين. ايضا هذا يتميز هنا سير بي جرانيلوما، وايضا تجي نفس المشكله، هم تجي لمفوسايت، تجي ماكروفيجز، تجي نيتروفيل، والماكروفيس تحطم النسيج، وبعدين تسوي كازيشن ودائما يدور جرانيلوما، وتجي جايت سير مثل التي بي، مثل التي بي. زين. فلما يتحطم هنا ايش لاحظ هنا؟ اللي يختلف عنا بيش؟ التي 4 والتي 3 عاليات، التي اس اتش قليل. اذا هنا راح يشابه ويل جريف ديزيز الاساس. اذا اختلف عن الهاشيموتو، هنا قلنا تي 3 تي 4 قليلات، تي اس اتش عالي. هذا لا، التي 3 والتي 4 عاليات، التي اس اتش قليل. اختلف عن الهاشيموتو. اذا هذا شابه ويا الجريف ديزيز. الجريف ديزيز الجريف ديزيز دي جيربن إشابة. وبعدين بالفحص بالايودين المشع تزداد الاكتيفيتي مالته، يعني جرانيلوما لان رياكشن انفلاماتوري رياكشن قوي وجرانيلوما، ف الراديو اكتيف ايودين تزداد هنا مثل سوري هنا قلت لان نورمال ايودين بالجسم، ايودين هنا بالجسم نورمال. اذا الشابه ويا الهاشيموتو ديكريز ريديو اكتف ايودين سكاين ديكريس، اخذ الايودين يتشابه، ويتشابه ويا الجريف ديزيز التي 3 والتي 4 عاليات. هذا مشترك هنا مشترك. ننتقل الى مرض الله جرانيوميتس، هذا حكي لي بعد ريدر ثايرويدايتس، هذا خامل ما دين فايبروس يصير بالغده الدرقيه تليف، يسموه بيرلس بدون علم فايبروسس بالغده الدرقيه، ريدل ثايرويدايتس فايبروسس، وهذا الفايبروسس ما له الم نهائيا. بس شنو يصير به؟ هذا المرض يؤدي الى بعدين كارسينوما، مرض خامل ما حد اكتشفه، تليف في الغده الدرقيه ينتهي بعدين ورا 30 40 سنه في كارسينوما، يؤدي الى تليف في الغده بيرلس ثايرويدايتس او بيرلس ثايرويدايتس او فايبروزنج ثايرويدايتس، تليف يصير في الغده الدرقيه وراء يصير كارسينوما. هاتيني بعد هسه الجريف ديزيز الهايبر ثايرويدز عكسه الهاشيموتو، هايبو ثايرويدزم هذا هايبر ثايرويدز، بالهاشيموتو النسيج مال الغده الدرقيه يقل، هذا لا عكسه، الا الغده الدرقيه هنا صار النسيج مالتها كلش هوايه. طبعا هذا المرض يصيب بها الهايبرثايرويديزم، يتميز اللازم ثايروغلاند ثايروتوكسيكوس عدد ذاك، هذاك بي هايبوثايرويديزم، هذا هايبرثايرويديزم. It's activation of thyroid cell by autoantibody to TSH receptor. هذا اللي يصير بي. هذا هنا مشكلته. ال TSH receptor يحفز الغدة الدرقية يخليها تتكاثر. هنا شو يصير؟ فوقها تجي بلوة. اكو autoantibodies على الريسبتر اللي يشتغل بها TSH هم متحفزة. تطلع autoantibodies ضد الريسبتر مال TSH. يعني ال TSH هنا راح يضاعف. التي اس اتش هنا راح يتضاعف، تي اس اتش يطلع من البيوتري جلاند يشتغل على الثايرويد يصنع تي 3 وتي 4. هنا اللي دا يصير، هنا دا يصير التي اس اتش يتضاعف الرياكشن مالته على الثايرويد جلاند، يطلع الاوتو انتي بودي ضد الريسبتر اللي يشتغل عليه التي اس اتش، ف
فراح يتضاعف الاكتيفيتي مال تي اس اتش على الثايرويد. اذا راح يصير تي 3 تي 4 اعلى. اذا بالحاله دي لا تي 3 تي 4 راح يكون اعلى. ديفيوز هايبر بليز هايبر اتروفي اوف ذا فوليكلز مال الثايرويد جلاند. وايضا راح تجي النفوسايت. من تجي النفوسايت يجي وياها مركب الماتك يسمو جلايكوز امينو جلايكان ديبوزيشن ويا النفويد. وهذا الجلايكوز امينو جلايكان هو المسؤول عن العين مالته. مثلا خد السامة يصير بلجنج. طبعا مرة بلجنج عين مالتي تبلجنج. الايرس بالنص والقرنية مالته بارزة. الجحوظ مالته كلش بارزة. هو هذا السبب امينو جلايكان والانفلاماتوري سيل الليمفوسايت يخلي بروز العين يسمي اوكسوبتالميا او وبعدين بنفس الوقت ديرماتوباثي الرجلين مالته اللي ورمن النسوان عجايز الاذن يشوف رجلها اللي تنصيده هذا من وراء الثايروتوكسيكوز. ليش؟ لانه يرسب الجلايكوز امينو جلايكان هو والليمفوسايت والإدنة والفات سيل هذول كلهم راح يجين هنا. اهم شيء جلايكيزو امينو جلايكان ماتريكس تترسب هنا ويا الليمفوسايت ويا الإدنة ويا الفات سيل تجي هنا. هذا اللي يخلي البروز الرجلين الجلد ديرماتو الديرمس فوق المفاصل فوق التيبيا تصير منطقه التيبيا ارجلها هيك تصير او العين تبرز جعوض مع العين كل شيء بس هذا اللي يصير اوبثالمو انترماتو باثي او اوبثالمو باثي. لابراتوري فيتشر تي اس اتش يكون عالي تي 3 تي 4 يكون عاليات. التي اس اتش يصير قليل هنا. ليش؟ لانه تي اس اتش اللي طلع من البيتوتري جلاند هنا انتي بودي سدت مكانه بعد ما له شغل وقل من كذا. نافست الانتي بودي الاوتو انتي بودي على المرأة اللي سدت اللي اشتغل عليها طابو قوس منه. الانتي بودي جت تعسنت بعد التي اس اتش تسوي جسم يقل بكيف بعد ما تحفز يقل هذا اللي عاد يسوده لانه كميه التي 3 تي 4 صرت على عكس الهاز. ودائما جيف ذا ديفرنس بتوين بنص السنه يشيكم سؤال هاشي موت وارتجريت سيس جيف ذا ديفرنس بتوين تعطي فروقات ما داعي انت تقرا تسويها. انا مسوي لك فروقات بس طويله حيل طويله انت عاد تسويها. هذا هايبوثالزم هذا تي 3 تي 4 قليلات هنا تي 3 تي 4 عاليات التي اس اتش هنا قليل هنا عالي وهكذا تمشي. هنا حدود اوكسوبتالميا العين تبرز وديرماتوباثي هنا ما موجوده زين. هاي الاسم. بعدين حركي لي بعد الومن مور ذان اكثر من الرجال مرض النسوان بلاوي لانهم هرمون الاستروجين والجسم زين. جينيتك فاكتور ايضا عامل وراثي موجود دائما يصير بالمونوسايكل اكثر من الدايسايكل. الاطفال اللي عندهم من بيضه واحده طالعين اكثر ولهذا تشوفهم علاقتهم التوأم من بيضه واحده علاقتهم اكثر علاقتهم تصير اكثر مما بيضتين مختلفات التوأم علاقتهم اكثر من باقي اخوانهم اذا بالتالي التوأم علاقتهم تصير اكثر من باقي اخوانهم يتحسس باخته ويتحسس باخوه يتحسس بامراضه لانهم نفس الجينيتيك. الجينيتيك فاكتور قلنا حكي هايبرثايرويديزم ليش؟ لان تي 3 تي صار عالي وهذا يحفز هنا من صار ليش هايبرثايرويديزم؟ حفز الخلايا تتكاثر ما صار دمج بالخلايا مثل هاشيموتو ولا ديفيوس ليمفوسيتيك ثايرويدايتس ما صار تحطم بالخلايا هنا بالعكس الخلايا لما اجى ريسبتر ما تبتي اساس القفله جت عليها اوتو انتيبوديز حفزتها خلت الخلايا تتكاثر اذا هي الغده السامه جريف ديزيز او ديفيوز ثايرويدايتس ديفيوز ليمفوسيتيك ثايرويدايتس او الجريف ديزيز هنا كبرت. بعدين احيانا بالبيتوتري جلاند سكندري هايبر ثايرويديزم يصير من البيتوتري جلاند. هذا من يصير بالبيتوتري جلاند سكندري هايبر ثايرويديزم بالبيتوتري جلاند هنا يكون البيتوتري جلاند التي اس اتش مالتها قليل هي تعبانه الغده هي تعبانه. احنا قلنا تي اس اتش يصير فيه قليل ليش؟ لانه هو اوتوماتيكيا تي اس اتش قليل بالبيتوتري جلاند
هذول بدا المرض عندهم باللي يسموه سكندري هايبر ثايرويدزم في تريدات ما تعطانا مثل في تي اس اتش. هنا شو نقول عليها؟ رجعي لي بعد. بعد رجعي لي طفرتي هواي. رجعي لي. ايه بالسكندري رجعي لي بعد. وين سكندري؟ ديفيوسر هايبر ثرومبوليكيوم ما شنو؟ الليبراتوري فيشر حكي لي بعد. بعد حكي اللي قدام. بعد وين رحت بالعكس اسوي اي سكندري قلنا تي اس اتش هنا هذا التي اس اتش بالثكون قليل بحاله السكندري هي ما تصنع تي اس اتش بهالحاله من تنطي هذا الدواء ثيروتروفين ثيروتروفين ريزين هرمون اذا تنطيه وادى الى زياده التي اس اتش معناته خلل بالبيتوتري جلاند من تنطي هذا الدواء التي اس اتش راح يزود شلون اكتشفوه؟ اكتشفوه عن طريق هذا ثيروتروفين ريزين هرمون هذا يعطوه تريتمنت اذا انطوه راح يزيد التي اس اتش يرفع النورمال او يزود شويه فقالوا اذا خلل بالبيتوتري جلاند هي مصنع التي اس اتش عن طريق هذا الدواء اكتشفوه هو هذا السكندري هايبرثايرويدزم عن طريق هذا الدواء اللي شافوا تي اس اتش وم بالمدعي حكي لي هسه الومن مور الاوتو ايميون طبعا كلش امبورتنت لان اكسوبثالميا بروتروجن اوف ذا اي بول اوبثالمو يسموه اكسوبثالميا وهاي تصير ليش؟ هذا حكيت عليه قبل شويه ارتشاح المونوكلير سيلز يعني الليمفوسايت بلازما سيل ماكروفيجز ايديما والالتهاب اديمه وتؤدي الى انتفاخ اكسترا اوريكولر مصل عضلات الصدار ما يدور العين اكيوميشن اوف اكسترا سيروماتكس اللي هي جلايكيزو جلايكوز امينو جلايكان جلايكوز امينو جلايكان هذا الماتريكس ايضا تترسب تحت تاثير سي دي 4 خلايا الليمفوسايت وفاتي سيل موجوده هذا اللي حكيت لكم قلت لكم هن يسوون جحوظ بالعين اكسو ثالميا او الثالموب اوبثالموباثي نفسهم يصير بالجلد داير ما دور التيبيا تيبيا نفسهم يصير بالتيبيا التيبيا تصير كوارد حركي لي بعد هيستولوجي نفس الشيء قلنا هايبربليجيا ارتشاح الليمفويد سيل وهنا ارتشاح بالهيستولوجي كليه ارتشاح للفور راح نخلص ما ضل شيء حتى اعطيكم مراها ونرجع العملي ناخذ السلايدات اللي شو اسمه اذا ارتشاح الليمفوسايت البي والتي سيل والماكروفاجز اضافه الى قلنا الهايبر بليجيا مالت اللي بيثير تكاثر مثل الاصابع صار داخل الاسيناي قلنا وحدود جيرمال سنتر من تنطي الايودين هنا العلاج بالايودين يصير هذول يصير عندهم نقص باليود هنا العلاج بالايودين يصير ريجريشن للثايرويد اذا العلاج بالايودين هنا صحيح هاي الحاله تفيد العلاج بالايودين فمن تنطي الايودين هنا انفوليوشن العلاج من تنطي الايودين يصير انفوليوشن اوف ابيثيليا ترجع الى حالتها الطبيعيه اليود هنا من تنطي بعدين تريتمنت بروبايل ثايو يوراسي استيميليت تي اس اس سكريشن اند ريديوس هايبر بليجيا اند هايبر تروفي اذا العلاج مالتها ويا الايودين يعطون بروبايل ثايو يوراسي ثايو راسي بروبايل ثايرو راسي بروبايل ثايرو راسي طبعا هنا غلط بالسبيلنج هيو بدل او بروبايل ثايو يوراسين او صيب مكان هي وعدوها ما لازمكم بروبايل ثايرو يوراسيل هو الثايو يوراسيل اللي هو سمي تي اس اس سكريشن ويقلل هايبر بليس والهايبر ثرومات الابيثيل حركي لي بعد الديرماتو باثولوجي بريتيبيال ميكس اوديما بريتيبيال حول الرجلين التيبيا نفس الشيء
حشيت عليها قبل شويه قالت لمفوسايت استعمال لمفوسايت كمية هائله وما من لمفوسايت يعني تي والدي والبلازما سيل والماكروفيجز واهم شيء الجلايكوز جلايكوز امينو بلاك ماتريكس ماده مثل الكولاجين تترسب هنا اجت الفلويد واجت الفات هذني هنا الاربعه سووا جحوظ العين وصار بالعضله الدال اوكس اللي هي العضله اللي دائما دور الايبول كره العين المصل وخلت النفخ العين نفس الشيء بالاشياء نفس هم الليمفوسايت انفلتريشن الايديما الفات سيل اضافه الى جلايكوز امينو العلاج نفس الشيء قبل شوي حكيت عليه يوراسي راديو ايودين ان سيرجري راديو ايودين وبالجراحه ايضا الثارمون للجراحه بعدين ياخذون شويه اذا اما تطيود ويا البولي اليوراثين البولي ثايو يوراسيت شوف اليوراسيت هنا صحيحه يوراسيت صحيحه راديو ايودين او سيرجري ها يعني اضافه تيوب شلون؟ يعني بدل الايوب اي ايوب صحيح قلت لكم عليه صحيح حركي لي بعد هسا المرض السكري، مرض السكري ايضا مرض من المناعة. اوتو انتي باديز ضد البيتا سيلا تعطي انسولين، اذا مرض مناعة ولهذا صدر الاطفال حديثين ولادة اليافعين الاطفال اللي بعدهم هو يسددهم، ليش؟ اوتو انتي باديز ضد البي سيل موجودة بالبنكرياس، فراح يصير عندهم نقص بالانسولين وهذا هي الاوتو اجينست بيتا سيل اجينست انتي جين اند اجينست انسولين ديتكتد اند افكتد. هذا هو مرض مناعي، أحد الأمراض المناعية، حكي لي بعد بس لا تخلص من هذا بعد أن الأديسون ديزيز، هذا الأديسون ديزيز، خليه على أسبوعين، الأديسون والهايبر سنسيتيفيتي والأميلويد أسبوعين، أكمل أمراض من الأمراض المناعية المشاهدة، بس أعطيتكم إياها فكرة عنكم، بحيث أنت بس تقراها الكلام اللي قلته، تاخذونه وترجعون هسه بالعشرة ونص موعد العملي. يجون حتى لو تين يسجون عملي اللي يسوي لكم مراجعه بالعمل اللي سالت اخذوها لين وصلنا للتيومر اللي بس اسبوع اللي